السلام عليكم. جيت لكم في هذا الفيديو بتسريب كامل لهاتف جالاكسي اس 21 الجديد من طرف قناة راندوم ستاف 2. كما تشاهدون لدينا شاشة جميلة جدا لهاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الجديد ولهذا التسريب الحصري، والحواف كما تلاحظون الحواف شبه منعدمة. يا لبراعة شركة سامسونج، دائما تبهرنا وتدهشنا هذه الشركة الرائعة اس 21 الجديد والتسريب الجديد لاس 21. صراحة لقد ادهشني هذا الهاتف وخصوصا الشاشة، يعني الذي لا يوجد بها حواف، يعني كما تلاحظون لا توجد حواف شبه منعدمة، وربما هذه النسخة الاصغر نظرا ليد الشخص الذي يمسك الهاتف او ربما نسخة البلاس. سنتفاجأ الآن عندما سيقوم هذا الشخص بتشغيل الجيك بانك 5 لاختبار قوة المعالج الجديد. لكن قبل هذا كما نشاهد، والله شاشة جميلة جدا، يعني خلوا لي آراء ديالكم ضمن التعليقات وقولوا لي واش بصح هاد الشاشة يعني مذهلة لهذا الحد ولا لا. وظهر الهاتف كما تلاحظون ربما من الماط أو البوليكربونات، يعني كما كتشوفوا هنا لدينا ظهر من الماط، هناك احتمال ان يكون مثل ظهر النوت 20 من البلاستيك او ربما من الزجاج المطلي بالماط، ما زلنا لا نعرف بعد. والان لقد شغل الاختبار لنشاهد هل اصبح الهاتف اسرع من الاس 20 الماضي او سلسلة النوت 20 ام لا زال بنفس السرعة بالنسبة للمعالج او البروسيسور. أوه، كما تشاهدون نتيجة غير متوقعة، هذه هي قنبلة سامسونج الجديدة. لنقارنه مع الاس 20 الترا على اليمين، كما تشاهدون الفرق واضح، فرق واضح فرق واضح. لاحظون العدد الموجود هنا في الاس 21 الجديد والموجود هنا على اختبار جيك بانك ايضا لنسخة الاس 20 الترا. ولنضع النوت 20 الترا على اليسار ايضا ونقارنه مع النوت 20 الترا. الفرق واضح جدا، الفرق واضح جدا، نتيجة السنجل كور واضحة. ربما لدينا هنا 8 كور، ربما 8 بروسيسورات مصغرة او كور مصغر، لدينا 8. تطور كبير لهاتف جالاكسي اس 21 الجديد من سامسونج، هذا ما نتكلم عنه هي سامسونج، التطور الحقيقي وليس كشركة ابل الجشعة التي تقدم لنا منتوجات بسيطة بأثمنة غالية ومرتفعة. لدينا تطور كبير في البروسيسور والشاشة والكاميرا وكل شيء هذه المرة. هذه سرعة اكسينوس يا سادة، نعم سرعة اكسينوس الجديد 2100، اسمه اكسينوس 2100، يتفوق على سناب دراجون 865 ويتفوق ايضا على سناب دراجون 875 من شركة كوالكوم او كوالكوم سناب دراجون. كما تلاحظون هنا في اخر الفيديو لدينا، يعني اذا شاهدتم هنا في الافق لدينا الكارت سيم او السيم كارد، لقد اصبحت في الاسفل ويوجد هنا نقطتان في الاعلى للميكروفونات في الافق. كما تلاحظون سوف نحصل على فيديو رائع جدا ان شاء الله في هذا الهاتف الرائع. كنتمنى ان شاء الله يرزقنا ويرزقكم حتى انتم لاقتناء هذا الهاتف باذن الله. شاركوا معي ارائكم ضمن التعليقات، دعوني اعرف رايكم حول هذا التسريب للهاتف الجديد من سامسونج جالاكسي اس 21 الجديد. خليوا لي الاراء ديالكم ضمن التعليقات، وما تنساوش باش تشجعوا القناة بالضغط على زر لايك والضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله، ليلة سعيدة، مع السلامة.